مساء الخير، أشكر الدكتور فؤاد على هذا الكلام الجميل، وأتقدم الشكر للدكتور المستاري والأساتذة الأعزاء في هذا المركز العريق الذي تعتبر هذه هي الطبلة الثالثة لي في هذا المكان، إذا استخدمنا هذا التعبير الفني يعني. وأنا لم أسعد بدعوة في حياتي قدر سعادتي بهذه الدعوة التي وجهت لي من هذا المركز، مركز وهران للدراسات البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية، لأنه أنا اعتبرت أنه الكلمة التي كان يقولها المرحوم ذكي نجيب محمود، أنت لا تدري أين تنبت البذرة التي زرعتها، ووجدت أن في الدعوة إشارة إلى ترجمتي لكتاب الأصليات الحياة والسياسة، وأنا الكتاب موجود في مصر ومترجم من 4 سنوات ويعني نفذ من الطباعة، ووجدت أنه يقرأ والناس تعتبره وتقدره وتقدر الترجمة، فترسخت لدي الفكرة التي أؤمن بها، وأنه العمل البحثي الدائم والدؤوب حتى وإن لم نأخذ عليه أي شكل من أشكال المكافأة أو أي شكل من أشكال الاعتراف الكبير يعني، فهو بيساهم في تكوينات بعيدة ويساهم في تكوينات عبر مساحات أوسع من المساحات التي نتحرك فيها، وإنه لو جاءت لي الدعوة بهذا الشكل الشخصي فأنا أقدرها تقديرا كبيرا وأسعد بها، وأعتبرها نوع من الإسابة على جهد كبير نحن نبذله، لم نسب عليه من أحد يعني. أنا عندما فكرت في موضوع هذه المحاضرة، لأنه الحديث عن الحراك السياسي والاجتماعي، الحراك السياسي بشكل عام حديث معقد جدا، و أن تتخلله كثيرا الإيديولوجية وتتخلله الرأي الشخصي ويتخلله الاعتبارات العملية في الواقع التي يعني يفترض أن الباحث ربما يكون قد شارك في بعض هذه التحركات أو لم يشارك، وكلها اعتبارات منظورة في درس الحركة الاجتماعية والحركة السياسية بشكل عام. ولذلك أنا كنت في البداية أتحفظ كثيراً على يعني طريقة الطرح التي سوف أطرح بها الموضوع، وفكرت فيها كثيراً، ولكن يعني في آخر محطات التفكير في هذا الموضوع استطعت أن أتوصل إلى صيغة للمحاضرة هي التي سوف ألقيها على مسامع حضراتكم، والتي سوف أبدأها ببعض المقدمات النظرية التي لا يمكن أن ندخل إلى الموضوع إلا من خلال فهمها. ومن أول هذه الأطروحات النظرية أننا جميعاً نقتنع أن الحراك الذي نراه في الوطن العربي وفي أماكن كثيرة هو حراك عالمي وليس حراك عربي، وأننا يجب أن نفهم أن ثمة تغيرات تحدث في المنظومة الرأسمالية العالمية تفرض، لأنها منظومة متحيزة وغير عادلة ومركزية وهاضمة لحقوق كثيرة ولها خطابات متعددة، بعضها يدعو للعدل والمساواة وبعضها الآخر يدعو للمصالح، فتخرج بوجهين أو بوجوه مختلفة تجعل المصداقية لهذا النظام العالمي مصداقية تقل بالتدريج، ستخرج أشكالا من الحراك هنا وهناك، رأينا أمثلة لها في فرنسا، رأينا أمثلة لها في أسبانيا، رأينا أمثلة لها في أمريكا، والحراك العربي الذي حدث في بلدان عربية هو جزء من هذه الحركة العالمية التي أتوقع أنها سوف تغير المنظومة العالمية عبر فترة طويلة شوية من الزمن، يعني كما لو كانت صيحة في وجه هذا النظام الظالم العالمي. وتلك مقدمة عامة جدا فيما يتصل بالموضوع. والمقدمة الثانية أن الحراك السياسي هو وجه آخر للدولة، وأننا لم نعد نفهم الدولة ولا تناقضاتها ولا أسلوبها في العمل ولا لقبها
إلا من خلال فهمنا للحراك الحراك السياسي الدائم، لأنه الحراك هو الوجه الآخر لاستجابية الدولة. هل الدولة تستجيب لمواطنيها؟ فإذا لم تكن الدولة على درجة عالية من الاستجابية فسوف يكون الحراك عاليا، ودرس الحراك على المستوى العالمي يجب أن يتم في هذه المنظورة، أن نضع دائما الدولة نصب عين كيف تكونت الدولة في هذه المرحلة التي ظهر فيها الحراك. والمقدمة الثالثة أن الحراك بغير حركة هو لا حراك، فنحن نحتاج إلى أن نضع الحراك في قلب مفهوم الحركة الاجتماعية. والحركة الاجتماعية لها تعريفات، لها ولها خصائص، يجب أن يكون لها تنظيم، ويجب أن يكون لها قادة، ويجب أن يكون لها ذخيرة، ريبرتوار، هذا هو التعبير الذي يقال في دراسة الحركات الاجتماعية، يعني تاريخ وتاريخ نضالي وتاريخ في الحركة، ذخيرة تعتمد عليها، ويجب أن تكون لها أساليب تكتيكية تستطيع من خلالها أن تستخدم ما يتاح لها من فرص، أو أن لا تضيع على أنفسها على نفسها ما يتاح لها من فرص لكي تدخل في مجالات أو تكسب أرض أو تمنع أي شكل من أشكال الخسارة التي يمكن أن يطولها. وأيضا المقدمة التالية أن هذه الحركات الاجتماعية في نجاحها تعتمد على عدد من المتغيرات، من أهمها استغلال الفرصة، ومن أهمها حجم الذخيرة النضالية التي تمتلكها، ومن أهمها فوق كل ذلك طريقة علاقتها بالجمهور. هل النخبة التي تتشكل داخل هذه الحركة لها صلة قوية بالجمهور، أم أنها تأخذ نفس سمت النخبة بعد الاستعمارية في التعالي والتجافي والبعد والإيمان بالنيابية، يعني أن هذه النخبة تكون نائبة للشعب وهي الوكيلة عنه وهي التي تتحدث باسمه حتى وإن لم يكن قد خولها الأمر بالحديث. ده جزء أساسي في تكوين النخب، ما يطلق عليه نخب بعد الاستعمار، النخب التي تشكلت في رحم المجتمعات التي كانت مستعمرة ثم وبدأت تكون لنفسها تصورات عن نفسها أنها هي حاملة النهضة وهي حامية النهضة وهي التي تعرف النموذج الأصلح للمجتمع، هي التي تلبس المجتمعات ثوبا للعيش دون أن تستشيرها. والمقدمة التالية هي أنه ثم فرق بين الحراك الذي تحركه حركة أو حركات، والحراك الفردي التلقائي الذي يرتبط بمفهوم اللا حركة الذي أشار إليه الدكتور فؤاد، أنه ثمة حركات أخرى نحن لا نراها تتم بشكل فردي أو بشكل جماعي صغير، ولكن وتعتمد على البطء والزحف الهادئ وتعتمد على احتلال الأرض، هي فكرة مأخوذة من احتلال الباع الجاهلين للأرصفة. ولكن الكتاب الذي أشار إليه الدكتور فؤاد طور الفكرة بحيث أن هي يمكن أن تحدث في كل الفئات التي ليست لها تنظيمات نقابية، يعني ليست لها مؤسسات تتحرك من داخلها، مثل الطلاب والمرأة وبعض المكونات اللي في الطبقة الوسطى تستطيع أن هي تقوم بهذا النوع من الحراك الذي ليس مكتوبا ولا مدونا ولا موجود بشكل رسمي، في والذي يمكن أن ينتج في النهاية حركات أو يتفاعل ويتضامن مع بعض الحركات. وأخيرا آخر مقدمة، إنه الحركات التي تحدث في مجتمعاتنا تحتاج إلى وجهة نظر يعني مختلفة إلى حد ما في فهم خصوصية هذه المجتمعات وخصوصية هذه الحركات، وأن يفهم لماذا تنطفئ بسرعة ولماذا تنغلق. يعني لا نعول كثيرا على لماذا لا تحقق أهداف، ولكن لماذا تنغلق، لماذا يغلق الحراك دائما. والتجارب التي سوف أقدمها من مصر فيها إغلاق الحراك واضح جدا، أن الحراك يأخذ زخما كبيرا ويمتد ويتسع ثم ما يلبث أن يغلق وينتهي، وكأننا نبدأ في مرحلة جديدة ثم يبدأ حراك جديد وهكذا
نجد أنه في المراحل التاريخية المختلفة نستطيع أن نتحدث عن حركات مختلفة. يعني في مصر نستطيع أن نتحدث عن حركات في عهد عبد الناصر، ونستطيع أن نتحدث عن حركات في عهد السادات، ونستطيع أن نتحدث عن حركات في عهد حسني مبارك ثلاثة، ونستطيع أن نتحدث عن حركات فيما بعد ثورة 25 يناير بمواصفات مختلفة. في كل هذه المجالات كان دائما الحراك يغلق، وإنه وهنا تأتي الدولة هي المقابلة. وأنا ذكرت في البداية أننا لا يجب أن نفهم الحراك إلا في ضوء الدولة بما تمتلكه من أدوات للقمع أو أدوات للقهر أو أدوات لتوسيع مجال المشاركة السياسية والديمقراطية. وأنا هنا سوف أقف عدد من الوقفات سوف في تاريخ مصر المعاصر، سوف أبدأها بوقفة في فترة السبعينات اللي هي يعني تمثل فترة للحراك في مصر كانت واضحة جدا، وتعتبر بفهم هذه الفترة يمكن يجعلنا أكثر على أن نفهم ما تلا ذلك من حراك خاصة فيما بعد ثورة 25 يناير. الفترة الممتدة من 1970 إلى 1981 التي نعتبرها فترة حكم السادات، والتي شهدت يعني كثير من التغيرات، كان على رأسها بداية الصراع على السلطة داخل المنظومة الطبقة الحاكمة أو داخل النخبة الحاكمة، وانتصار السادات ومجموعاته في مقابل المجموعة المصرية التي تم تنحيتها أو تم إبعادها بشكل كبير، ثم التغيرات أيضا التي حدثت في بنية النظام الاقتصادي، التحول الاقتصادي السوق فيما عرف بسياسة الانفتاح الاقتصادي بدءا من عام 1975، ودخول مصر إلى التحول عن الاشتراكية وعن المبادئ الاشتراكية بشكل تدريجي، وتقريبا بداية انسحاب الدولة كلية، وده ظهر في عهد حسني مبارك بشكل أكبر من عملية تقديم الخدمات ومن إدارة الاقتصاد. وهذا التغير حول يعني أحدث تحولا كبيرا في بنية الطبقة الوسطى المصرية، فإنه جزء أيضا من المقدمات النظرية الهامة جدا في درس الحراك إن احنا ندرس علاقتها بالطبقة الوسطى وتكوينات هذه الطبقة، لأن كل هذه الحركات بتظهر داخل الطبقة الوسطى، وتظهر في تناقضات داخل بنية هذه الطبقة. فهذا النوع من التغير في نظام الاقتصاد أدى إلى أن الطبقة الوسطى تبدأ في تغير. كانت في العهد الناصري طبقة مستقرة قوية جدا متضخمة، هي التي تحكم، هي التي تدير الإنتاج، هي التي تدير البنوك، هي التي تدير المجتمع بشكل عام، لها نفوذ واضح جدا. في بعد الانفتاح الاقتصادي بدأت هذه الطبقة تتشقق من الداخل، بدأ بعضها يستغل ما أتيحت له من سياسات في فترة الانفتاح، فيقفز إلى مغامرات خروج من البنوك ومغامرات اقتصادية، فبدأت تظهر فئة اللي يطلق عليها بعلامة استفهام رجال الأعمال، أو الطبقة هي جزء من الطبقة الوسطى من المغامرين. يعني أنا لا أؤمن بوجود برجوازية في مجتمعاتنا، ليست هناك برجوازية على غرار البرجوازية الغربية التي موجودة، موجود عندي عدد من المغامرين من قلب الطبقة الوسطى، ولذلك إحنا نجد أنهم يديرون أعمالهم بنفس منطق الطبقة الوسطى وبنفس طريقة الطبقة الوسطى وبنفس وده جزء كبير جدا يحتاج إلى محاضرة وشغل مستقل على تكوين هذه الطبقة. حتى بعض الناس أو هذه الفئة من الناس بينكر حتى أن احنا نسميها طبقة أو نسميها أي حاجة، يعني هي فئة من الناس صعبة، ولأنه الانفتاح فرض غلاء الأسعار وفرض انفتاحية بالسوق وليبرالية في حركة رأس المال، فبدأت الطبقة الوسطى تتعرض لأزمة فيما يتصل بالأسعار، فبدأ عدد كبير جدا منها ينزل للأسفل، في قطاع أصبح ينتمي إلى قطاع أو إلى أقرب إلى حالة الفقر أو حالة الحرمان. وظل في المنتصف جماعة المهنيين اللي هم أصحاب المهن المتخصصة اللي يعني كونوا بعض الثورات من خلال الإعارات للدول الخارجية أو من خلال ممارسة المهن، واستغلوها استغلالا كبيرا في تربية أولادهم في مدارس خاصة وفي جامعات خاصة أو في بناء مباني مستقلة لهم، ويعني استثمار هذه الأموال في العقارات وفي أشكال من الاستثمار الجديد.
ده السياق الاجتماعي اللي ظهرت فيه الحركات الاجتماعية والتي أيضا لا نستطيع فهمها إلا بقرارات السادات، بأن هو كان يعني عنده لديه كراهية كبيرة جدا للاشتراكية والاشتراكيين، فاستبعده من خلال تقارب كبير جدا حدث مع الجماعات الإسلامية. فبدأ يبقى للإخوان المسلمين بلاتفورم أو رصيف للمجلة واهتمام على مستوى المجتمع المدني، وأيضا الجماعة السلفية بدأت تظهر يعني في المساجد وتسيطر على المساجد من أسفل، وبدأ المجتمع يتم احتلاله تقريبا من أسفل من قبل الجماعات السلفية والجماعات الإخوانية. وأصبح للخطابة حتى في المنابر كثير من الخطباء اللي أصبحوا كانوا يقلدون الخطيب الكبير اللي كان يسمى عبد الحميد كشكي، يعني المعارضة للدولة والمعارضة، يعني أصبح الخطابة والخطاب الديني له وضع، خطاب المعارض المناوئ اللي يحرض المحرض له وضعية في الدولة. في هذه الفترة نحن نستطيع رصد تحركات احتجاجية كبيرة جدا في عهد السادات ظلت تتراكب، من او نستطيع رصد حركات في لدى العمال، اضرابات، اشكال من الاضرابات، وكانت منظمها يقودها او مرتبطه بالجناح الاشتراكي وبالتنظيمات الاشتراكيه. نستطيع نحن نرصد تحركات للطلبه وخروج للطلاب في فترات متقطعه للمطالبه يعني باصلاحات سياسيه، والمطالبه بتخفيض الاسعار، والمطالبه نستطيع ان احنا نشوف ايضا بدايه ظهور الفئات المهنيه او الجماعات المطالبات المهنيه، يعني بدايه ظهور مطالب فئويه، يعني جماعات مهنيه تطالب بزياده الدخل او الغاء حاله الطوارئ، او حتى في عندنا الفلاحين نستطيع ان احنا نجد بعض الاشياء المحليه جدا التي لم تتحول الى اشياء على المستوى القومي، ولكنها كانت في القرى، في بعض القرى تحدث هنا وهناك بعض الاحتجاجات. هذه الاحتجاجات طبعا رغم ان السادات ايد الجماعات الدينيه وساندها، الا انها انقلبت وفي الاخر خالص اصبح هو في مواجهه مع الكل في الحركه التي عرفت بحركه التطهير، اللي هو قضى فيها يعني عمل فيها، والتي ادت الى اغتياله. انغلق الحراك، يعني اصبحت ينغلق الحراك لما تبقى في مواجهه قويه جدا وواضحه بين الدوله وبين الجماعات المتحركه. كل الحركات الطلابيه والحركات المهنيه لم يكن لها صدى كبير، ولكن عندما بدأت تظهر الحراك الديني القوي يسانده هذا الخطاب الديني القوي جدا، وربطه بكثير من الأحيان بما يسمي في مصر بالفرقة الطائفية، الصراع ما بين المسيحيين والمسلمين، أو الخلاف اللي بدأت بعض الجماعات حتى الإسلامية تستغله في إظهار ضعف الدولة أو إظهار فشل الدولة في إدارة الصراع. وفي هذه الفترة أيضا بدأت تظهر بوادي للجماعات الإسلامية المتطرفة، يعني لو نظرنا إحنا هنجد في هذه الفترة ظهرت جماعة التكفير والهجرة، وظهرت جماعة التكفير جماعة شكري مصطفى، وجماعة سرية اللي هي سميت بجماعة الكلية الحربية اللي ترتب عليها الكلية الفنية العسكرية، سوري، اللي ترتب عليها ظهور جماعات الجهاد، وظهرت الجماعات الأهم تغير هنا، رغم إنه دي كلها جماعات جهادية وجماعات كانت بتشتغل في السر وعملت تصادم كبير جدا مع الدولة، إلا أن أهم تغير من وجهة نظري هو تمدد الجماعات السلفية بهدوء كده، اللا حركة، التمدد الهادئ، الانتشار في المساجد والانتشار في المجتمع المدني للحركة السلفية التي لا تؤمن بالسياسة وتدعي أنها ليس لها علاقة بالسياسة. ولما ظهرت الآن الثورة 25 يناير، أنا ما لناش دعوة، ليس لنا علاقة بالثورة ولا لنا علاقة بالسياسة، رغم أنهم أجبروا بعد ذلك على تكوين حزب سياسي ودخلوا في السياسة بعمق لما انكشفت الأمور وأصبح للأمر أمر مختلف. فأحد التغيرات التي حدثت في هذه الفترة، وأنا كنت دائما عندما أكتب عن الفترة عن هذه الفترة فيما يتصل بأن الدولة كانت مسؤولية كبيرة جدا، ان هي طلبت المجتمع لنفوذ هذه الجماعات ولم تتدخل الا بشكل متاخر جدا
في شكل كمان حدث فيه تصامم كبير جدا. الإجراءات اللي عملها السادات في سبتمبر المشهور ده يعني حتى يعني ليس رجال الدين فقط المسيحيين ولا المسلمين، وإنما أيضا رجال الجامعة والمثقفين، ويعني يعني حركة فيها يعني حركة تطهير من وجهة نظر يعني من وجهة نظر النظام قوية جدا، أدت إلى إنه يقف الحراك وهو نفسه يقتل، ثم تبدأ مرحلة جديدة مختلفة تماما، يبدأ الناس فيها في أمل جديد. وهكذا مجتمعاتنا يعني إنه دائما إيه نحن نطل على آمال جديدة تتجدد كل فترة تاريخية بحركات جديدة بدولة لها سمت مختلف ولها سبقة مختلفة، ولكن نهاية كل مرحلة يتجدد لدينا الأمل بشكل إيه بشكل دائم، ونعيش على تجدد الأمل يعني دون أن يتحقق في كثير من الأمور. يعني أنا في ال لعل حديثنا عن الفترة هذه الفترة للحراك في عهد السادات تكون هي مقدمة للحديث عن الحراك الذي أدى إلى ثورة 25 يناير في عهد حسني مبارك. ولذلك عندما تولى حسني مبارك السلطة بعد السادات كان في الدنيا أمل كبير جدا بأن مصر داخلة على حكم ناصري جديد، خاصة أنه استخدم في بدايات حكمه بعض التعبيرات من عبد الناصر، يعني الخطب الأولى كانت بتاخد تعبيرات من عبد الناصر بتنصها وتضعها في فتكون لدى الناس الإحساس بأن احنا في مرحلة ناصرية جديدة وإن الدولة حال. ولكن الفترة شهدت بقى يعني نوع من التغير كان أشد قسوة على الناس بين التغير القاصر لانفتاح الاقتصاد، لأنه احنا هنا دخلنا في مرحلة التي عرفت بالإصلاح الاقتصادي اللي هي تدخل البنك الدولي لضبط السوق المصري ولضبط حركة العملة ولضبط الأسعار ولضبط الوقود ولضبط في عملية من الإصلاح الاقتصادي اللي ترتب عليها كمان الإقدام على بيع عدد كبير جدا من الشركات التي كانت تسمى في عهد عبد الناصر بشركات القطاع العام، وأصبح النظام يعتمد عليها في تمويل بعض الأنشطة الخاصة به، وهي نفسها أسهمت في إسراء كثير من الناس الذين دخلوا في شراء هذه الشركات. يعني الدولة دخلت في ما عرف في التاريخ الاقتصادي بأجندة الليبرالية الجديدة، وأن الدولة طبقا لهذه الأجندة بدأت تسحب إلى تدريجيا من الخدمات، وأصبحت الخدمات دي تقدم إما من خلال الناس نفسهم أو من خلال حتى وإن وجد كيان رسمي يقدم الخدمة، ولكن الخدمة لا تقدم بالشكل. وأنا أخذ مثالين فقط، المثال الأول من التعليم والمثال الثاني من الصحة. تعليم مدارس كل واحد منا بيودي ابنه المدرسة، ولكن هو لا يتعلم، هو يحصل على دروس خصوصية في المنزل، وكان الناس بيقدروا بأن المصريين بيصرفوا في تقريبا يعني أكثر من 20 مليار كل سنة في الدروس الخصوصية على الأولاد في البيوت. وهكذا الصحة أيضا، إن احنا لدينا مستشفيات رسمية، ولكن الناس يريد علاجا يعني ناجعا فيذهب إلى القطاع الخاص في المستشفيات الخاصة أو إلى الأطباء في عياداتهم الخاصة. يعني عندنا ازدواجية هنا خلقت من المجتمع إنه والفترة دي استغلت ترك المجتمع وشأنه. يعني ودي هذه عبارة أنا أستخدمها دائما في وصف هذه الفترة، يكون المجتمع ترك left behind زي ما بيقولوا باللغة الإنجليزية، خلاص بقى موجود، احنا مش ليس هناك اهتمام بالمجتمع. فبدأت تظهر في تفاعلات داخلية لا تأخذ، يعني الدولة مش واخدة بالها، يعني الدولة شوية بعيدة عنا، وهي أهم حاجة بيشغل بال الدولة هو النمو الاقتصادي. نحن نحقق درجة من النمو، عندنا نمو 5% عايزين نخليه 6% عايزين نخليه 7%، وفعلا وصل في آخر عهد يعني في فترة قريبة قبل الأزمة الاقتصادية إلى أنه هو يبقى 7%، وكان وقت الأزمة الاقتصادية كان 5% أو 4.5 يعني يعتبر عالي بالنسبة له، ولكنه كان وهمي أيضا يعني عشان بس يعني لأنه كان
هو بياخذ النمو بشكل كامل على كل القطاعات، بس هو النمو كان موجود اصلا في قطاع الاتصالات الموبايلات والشغل الشركات. فالعائد اللي بيأتي من هنا هو بيتحسب في النمو، ولكنه هو ليس نموا حقيقيا، ليس نموا لفائض قيمه حقيقي بيكون ثروه للامه بقدر ما هو نمو فقاع يعني شكل من الاشكال. فكانت الدوله مشغوله انشغال كبير جدا غير مناظره للتفاعلات التي دوجت في قلب المجتمع. وكان من اهم هذه التفاعلات استمرار التمدد للاخوان الجماعات الاخوان المسلمين، واستمرار التمدد السلفي ايضا الذي اشرت اليه في بدايه ظهوره وبدايه قوته في عهد الحكم السادسي. في هذه الفتره استمر الامر يعني فتره كده فيها راحه شويه، ولكن تقريبا بدءا من 2001 2002 بدا الحراك يشتد جدا عندما وصلت الامور الى ذروتها، وبدانا حتى الدوله تعمل حتى بعض المصالحات السريه مع جماعات الاخوان المسلمين، وتكونوا شويه منهم مجلس الشعب او مجلس الشورى، كان عندنا نظام للبرلمان بغرفتين. فبدا الحراك، وكانت الدوله عندها يعني رغبه في ان هي تطرق الامور شويه قدام العالم، ان هو احنا عندنا يعني من ناس في حراك، وفي كان عند الدوله رغبه في هذا يعني، حتى وان كانت رغبه سوريه يعني. وحتى حدث بناء عليها تغيير الماده 76 دي من الدستور اللي هي تسمح لاي حد يترشح، وان كانت تم تغييرها بشكل فيه قدر جدا من الدقه في الصياغه، اللي تخلي يعني امكانيه الترشح وامكانيه النجاح ضعيفه جدا بالنسبه لاي شخص اخر. المجتمع وصل الى ازمه، فبدات تظهر من داخله حركات من نوع مختلف تماما. احنا هنا كان في تغير مهم جدا حصل على الساحه العالميه والاقليميه. اهم شيء في هذا التغير انتشار القنوات الفضائية نمرة واحد، ونمرة اثنين بداية ظهور ما يسمى بأدوات التواصل الاجتماعي. ولذلك لو تأملنا احنا الحراك السياسي الذي كان موجودا في مصر في فترة الممتدة من 2002 لغاية 2011، هنجد انه المنصات الصحفية والمنصات الفضائية لعبت دورا كبيرا فيه. يعني احنا لما نتتبع عدد الصحف مثلا المعارضه كترت جدا، بقت اكثر من 15 صحيفه تقريبا بتصدر في مصر في هذه الفتره، كل واحد ومجلات وصحف وعلى التلفزيون بنجد فضائيات بتجيب افراد مثل ابراهيم عيسى على سبيل المثال، يعني مواجهه حقيقيه مع الدوله، يعني حتى دخول مباشر في حوار مع رئيس الدوله، والدوله تستجيب وتسجل وتعمل وتاخد وتفرج عنه. يعني نوع من، أنا هنا بعتبر إن المنصات الصحفية والمنصات الفضائية لعبت دورا كبيرا، وكانت هي بداية تكوين زخم للحراك السياسي في مصر في الفترة الممتدة من 2002 إلى 2011. ينضاف إلى ذلك التبدل الكبير جدا في عدد الجمعيات الأهلية التي تدافع عن حقوق المدنية، يعني وحقوق المرأة بتمويلات خارجية معظمها، يعني عدد الجمعيات اللي هي اسمها جمعيات حقوق الانسان. بدأنا نشاهد مثلا مشهد كالآتي، ان في واحد صحفي كبير مثلا اسم من المثقفين، اسم استاذ من الجامعه، اسم واحد محامي كبير، بدا يبقى عنده مكتب كبير، شقه في عباره ضخمه جدا، ايجارها عالي جدا او ثمنها غالي جدا، وفتح مكتب لحقوق الانسان، وبيطلع منشورات وبيطلع كتب وبيعمل دعوه لحقوق الانسان. انتشرت ده لدرجه انه بعض الناس تركوا المهن الخاصه بهم مثل اطباء مثلا، تركوا مهنهم وراحوا اشتغلوا في هذا الزخم المدني الموجه من الخارج. انا لا اتحدث هنا عن مؤامره خالص، لاني انا اصلا بعتبر، هقول هامش كده على المحاضره، انه السياسه كلها هي مؤامره كبرى. يعني نحن عندما نمارس السياسة نحن نتأمر، وإن كلمة وقت قريبة جدا من كلمة بوليتكس، يعني ليس يعرف أنه يعني بلوت وبوليتكس قريبين جدا من بعض، واللي يمارس السياسة من غير مؤامرة
هو ليس سياسي ببساطة. يعني فإحنا لو قدم أمر بهذا الشكل يعني كل له الحق يتأمر، الغرب يتأمر ونحن نتأمر أيضا، وربما بالخسارة اللي إحنا بنعيش فيها على المستوى السياسي كتير، إن إحنا كثيرا ما نمارس السياسة عندنا شرف يعني، وكلمة كلمة كده لازم نبقى عقلاء وشرفاء ونتحدث ليست السياسة هكذا. يقرأ ميكافيلي يكتشف طبعا حضراتكم، أو يقرأ سبينوزا مثلا أو أي حد من كلموا عن السياسة هيجد إنه السياسة ليست هكذا، وإنه فهم السياسة على أنها مؤامرة. فأنا هنا لا أتحدث على يعني على المؤامرة، لأن المؤامرة شغالة في السياسة، ومن حقهم إنهم يتأمروا، بس من حقنا أيضا يعني كمان يعني، وتبقى السياسة فيها. وحتى هنا في هزود في الهامش ده كمان، إنه لأن السياسة فيها مؤامرة فهي مدنسة بالضرورة، ولا يجب إنه يدخل فيها الدين كمان، لأنه أنا هنا الدين راقي شوية وبعيد، ولذلك في الدولة المدنية لازم الدين يرقى ويبقى بعيد جدا، يوجه من فوق كده ويدينا أطر للفعل دون أن يتوجه بعمل سياسي مباشر، لأن السياسة عمل تأمري مدنس. في المنصات اللي انتشرت هنا في العهد فعاد حسن مبارك الصحفية والإعلامية والمجتمع المدني بكل كان في المجتمع جو ارتباك وفوضى، وده أدخل الدولة في أزمة. كما لو كانت الدولة لسان حالها يقول ثمة شيء خطأ، ما هو وكيف نصلحه؟ وانا اقول هذا بثقه لاني انا سئلت السؤال من قبل الدوله، يعني كان في لجنه كده يقولوا لي ايه يعني نعمل ايه يعني، وكان ليه اجابه كانت خلاص. وكانوا يعني في تشكيل لجان وتشكيل حاجات، كان واضح جدا انه في احساس عند الدوله بانه في حاجه خطا، بس هما الخطا مش يعني غير قادرين على مواجهته، وان المجتمع فيه غليان كبير جدا. راحت داخله بقى جماعات التواصل الاجتماعي على الخط، وبدات تتلاحم شويه مع جماعات بتشتغل على الارض. فظهرت الحركه التي عرفت بحركه 6 ابريل، والحركه التي عرفت بحركه 20 مارس، وكلها حركات اتعملت على الانترنت باضراب مثلا في 6 ابريل، وان احنا يعني نتعاطف مع عقبال المحله ونعمل اضراب عام، ويبقى الدعوه الى اضراب عام وهكذا. وفي حركات كانت بتتشكل على الارض، كان من اهمها حركه التي عرفت بحركه كفايه، حضراتكم اكيد سمعتوا عنها وعارفينها جيدا، وانه حركه كفايه بجورج اسحاق ورفاقه، وانه يطلعوا بظهرات ويتجمعوا يتجمعوا قدام نقابه الصحفيين، يتجمعوا باعداد قليله صحيح، لم تكن الاعداد كبيره كما كانت تصورها بعض المنصات الاعلاميه، ولكن كانت اعداد محدوده يعني تطلع وتتظاهر ويقولوا كفايه ويرفعوا الشعار بتاع هذه الحركه. وكان في حركه في الجامعه للمناداه باستقلال الجامعه بقى حركه 9 مارس. وحركه 9 مارس دي كانت حركه قويه جدا داخل الجامعات، وكانت بتعتبر نفسها يعني من الحركات اللي بتعتبر ان الجامعات دخلت في ازمه الفساد والجامعات وعايزه تصلح الجامعات. وانا يعني كنت قريب جدا من هذه الحركه لان كنت عميد واثناء هذه الفتره، فكانوا طبعا بيعتبروني تبع الدوله، ف يعني وانا بينهم وبين المباحث وبين يعني. ف الحركه دي ظهرت داخل الجامعه، ولكنها اصبحت ايضا لها سمعه على المستوى الوطني. والغريب في الامر بقى انه في هذه الفتره بدات كده كل جماعه يروحوا عاملين من نفسهم كده يعني جماعه كذا من اجل التغيير. فوجدنا مثلا جماعه المحامين من اجل التغيير، جماعه المهندسين من اجل التغيير، جماعه الصيادله من اجل التغيير، جماعه لانه النقابات كانت محل نزاع كبير جدا. الدوله تحاول ان هي تسيطر على النقابه، والاخوان المسلمين يحاولوا يسيطروا على النقابه، فالاخوان المسلمين سيطروا على عدد كبير جدا من النقابات. وكانت مهمه الدوله الرئيسيه هي ان هي تاخذ النقابه دي من الاخوان المسلمين.
حدث ده عندنا مثلا في جامعة القاهرة في نادي هيئة التدريس على سبيل المثال، يعني كانوا هم مسيطرين عليه والدولة والجامعة بأي شكل عايزة هي اللي تاخده، لأنه هو منظمة أهلية ما هوش تبع الجامعة إنما هو بيشكل منظمة أهلية. فكان كل جماعة من الناس عايزين يعني يعملوا جماعة كده، هم عايزين يشربوا شاي كده، بتيجوا نعمل جماعة من أجل التغيير، يعمل جماعة من أجل التغيير. بيبقى مثلا نقابة الصيادلة فيها خمسة ستة كده مكونين حركة داخل نقابة الصيادلة، مناوئين لمجلس إدارة النقابة، مناوئين. ده كانت ظاهرة موجودة وكانت معروفة في المهنيين، ويعني فكرة حتى استمرت فيما بعد الثورة، استمرت فيما بعد الثورة لدرجة إن إحنا كنا بنجد إيه بعد الثورة، هقول هامش كده قبل ما أروح تحت الثورة، حاجة إيه الناس يسموا نفسهم إيه ائتلافات. فكل جماعة كده يقوموا مسمين نفسهم إيه ائتلاف كده، ائتلاف المثقفين، ائتلاف الثورة، ائتلاف الشباب من أجل الوطن، ائتلاف. فكسرت عدد الائتلافات بهذا الشكل إلى درجة إن إحنا يمكن نعدها بالعشرات يعني، وكلها حاجات كل جماعة. وده بيعكس برضه هستمر في الهامش، بيعكس حجم التشرذم الفكري القائم في الطبقة الوسطى، حجم إنه هنا مفيش إمكانية التجمع على والاتفاق على 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 مبادئ واحدة وعلى إجماع واحد، صعب صعب المنال يعني. فعلى أي حال كله ده بيتحرك كده، والجماعات السلفية بتتبدد، والإخوان المسلمين بيتبددوا، بيسيطروا على المجتمع وبيوسعوا من القاعدة بتاعتهم. وفي آخر انتخابات لمجلس الشعب خدوا حوالي عدد كبير جدا من الكراسي داخل المجلس، وأصبح لهم كلمة داخل المجتمع، أصبح لهم كلمة داخل المجتمع. عشان كده لما قام ثورة، أنا أعتقد ثورة 25 يناير هي التي يعني الحراك هنا لم يغلق، وإنما أخذ مجرى جديدا بعد الثورة، يعني لأنه التفاعلات التي حدثت عبر الفيسبوك، وبدأوا يتفقوا على يوم عيد الشرطة ده اللي هو 25 يناير هنتجمع، وكان وبدأت المؤسسات المجتمع المدني تشتغل، وبدأت شبكات التواصل الاجتماعي يعني، وكانت الثورة في تونس كانت قد بدأت، والدنيا بدأت، الحراك العربي كان بدأ يشتعل. فبقى عندنا تهيؤ لإمكانية حدوث حركة ما، وظهر بعض المثقفين يقولوا إن إحنا وضعنا في تونس مصر غير وضعنا في تونس، وإنه ما حدث في تونس لن يتكرر في، ولكن الواقع على الأرض كذب كل هذه النبوءات. يعني الواقع على الأرض جعل إمكانية التنبؤ بهذا، لأنه بدأت الناس تتجمع وحدثت الثورة. أنا في حديثي عن الحراك فيما بعد الثورة هتكلم على مرحلتين، وهيظهر فيها برضو إزاي الحراك بينغلق. وفي المرحلتين، المرحلة الأولى هي التي امتدت من بداية الثورة إلى تولي مرسي العرش، والفترة الثانية من تولي مرسي العرش لغاية 30 يونيو، الحراك الكبير الأكبر في ثورة 25 يناير، أو الخروج الثاني في ثورة 25 يناير. لأنه يجب أن نحن نفهم الحراك ده على أنه حراك ممتد، وأن خروج 25 يناير خروج 30 يونيو ده كان خروج ثاني مختلف شوية في مجراه وفي مراميه عن 25 يناير. ما الذي حدث بعد ثورة 25 يناير؟ عندما قامت الثورة لم يكن للإخوان دور فيها، بل أنهم لم يؤيدوها، أنهم ولا السلفيين في البداية، وأعلنوا عن اعتراضهم وعدم دخولهم في الثورة. ولكن عندما بدأ التصامم يحدث ما بين البوليس وبين المتظاهرين، وبدأ التدخل، وكان التدخل الخاص بالإخوان المسلمين ده يعني، طبعا احنا هنا مش عايز اقول بعض الالفاظ عشان لو اتهم ان انا كمان متحيز ضدهم، انما هم اقتصروا الثوره، خدوها يعني، اخذت من الشباب الذين قاموا بها، واخذت من الناس الذين قاموا، هم الابطال،
واصبح الشيخ يعني الشيخ القرضاوي يخطب في ميدان التحرير، واصبح قاده الاخوان المسلمين هم الذين يسيطرون على الميدان، وهم الذين يحددون من يدخل الميدان، وهم يعني خلاص انتهى خدوا الصدر. ويجب ان احنا هنا نسترجع برضه نظريه الدوله والحركات الاجتماعيه كيف تستغل الحركه الفرصه. لانه الحراك الاول اللي ظهر في التحرير ده لم يكن له قائد، ولم تكن هناك حركه، ولم يكن هناك ذخيره لاي حاجه احد يستخدمها لكي، ولكن الاخوان كان عندهم حركه وعندهم ذخيره، لهم ريبرتوار وعندهم تاريخ في المناوره، فهم استطاعوا ان هم يلتفوا وعملوا اشياء هي بدات تنكشف بعد ذلك، فتح السجون وفتح والهجوم على الاقسام البوليس وضرب الناس بالسلاح من بعيد على اساس ان هم البوليس يعني المشاركه في القتل على اساس ان البوليس اتهم يتم اتهامه ان هو القاتل، يعني كان في شغل لسه الزمن والتاريخ هيكشفه. ولكن الذي نستطيع ان احنا نتبينه الان انه الاخوان المسلمين سيطروا تقريبا على الثوره، بداوا يدخلوا في زخم الصراع، وبدا الصراع يتبدد وخد بعد الثورة شكل المطالب الحراك، خد شكل غريب جدا، بدأنا لقينا حركة كفاية دي لم يكن لها أي خلاص انتهى. كما لو كان الأمل فيها الأمل اللي هي بتطلبه تحقق فهي لم نسمع لها أي صوت بعد الثورة. وكمان حركة 9 مارس برضه ولا حركة 10 أبريل 6 أبريل، يعني الحركات دي اللي كانت بالورا كلها قبل الثوره، كل الاصداء التي سمعناها بعد الثوره تجسدت في ما سمي بالمطالب الفئويه. كل جماعه مهنيه تطلع تاخد الرصيف كده وتعمل عليه اي شكل من اشكال التظاهر، بعض الناس ينام يفرش الشارع يعمل اي حاجه، ويطالب بزياده الاجور وزياده الدخل وزياده الخدمات التي يحصل عليها. كانت الحكايه دي بدات تظهر في عهد حسني مبارك في جماعه الضرائب العقاريه. اهل الضرائب العقاريه دول عايزين يتساووا بالناس اللي في الضرائب التانيين، انهم يقولوا يبقى لهم حق انه يبقى مامور ضرائب، يبقى له حق ان هو يحصل على بدلات كذا، يبقى له حق. فكانوا عملوا نمط لهذا النوع من المطالبات في عهد حسني مبارك. بعد الثوره بدات المطالبات دي هي سمك الحياه، هي الصفه الغالبه في المطالب. كنت بتمشي في الشارع تلاقي ناس بيعملوا مطالب فئويه، بل انه هذه المطالب الفئويه بدات تتحول في بعض الاحيان الى مطالب اقليميه، ان كل محافظه تقول احنا محافظه محرومه، احنا محتاجين لمزيد من الخدمات، الصعيد محتاج لمزيد، يعني تتحول الى مطالب اقليميه، بل حتى احيانا مطالب عائليه، يعني تبقى كمان مطالب ناس عائلات تطالب ببعض وبتبتدي تعمل اشكال من اشكال التجمع وكده. ومن السمات الهامه جدا في هذا الزخم اللي هو بعد الثوره قبل انتخاب الرئيس، الغموض الشديد جدا في الحديث عن ما يسمى بالطرف المقبول او الطرف الثالث. تحصل مصيبه يقول لك ده في طرف ثالث احنا ما نعرفش مين اللي عمله. يعني طب ده الاخوان اللي عملوا ده مش احنا اللي عملنا، طب ده البوليس اللي عمل ده مش احنا اللي عملنا، طب ده الناس. فدايما في طرف ثالث مجهول، وغالبا يكون الطرف الثالث ده ممكن يكون الاخوان هم اللي بيعملوا كده، بس يعني انما كان في دائما فكره الطرف الثالث. وبقى فكره الطرف الثالث يعني احنا شفنا الاحداث اللي كانت بتحدث، احداث انه يدخلوا على مثلا المجمع العلمي في التحرير، معروف المجمع العلمي اتعمل في الثوره في الحمله الفرنسيه في مصر، معمول من اكثر من يعني القرن بدايه القرن 19 يحرقوه. ومين اللي عمل كده؟ في طرف ثالث ما حدش يعرفه. مثلا نبص نلاقي في معركه تمت وناس اطفال بيجرموا من فوق السطوح وبعض الناس، برضه مين اللي عمل كده؟ المعركه التي قامت امام ماسبير مشهوره ومات فيها بعض الاحفاد ومات فيها بعض ناس كتير جدا، مين اللي عمل كده برضه؟ يعني في غموض هنا. وكان احيانا البوليس يتورط او بعض الجيش يتورط في بعض الاحيان، في فيقولوا ده هو اللي عمل كده البوليس، اللي عمل كده الجيش ده. ما كان في غموض شديد جدا
في هذه الفترة اللي هي انتهت بعمل دستور وانتخاب رئيس للجمهورية 51.5. وكانت انتخابات نزيهة على فكرة، يعني كانت انتخابات لا فيها تزوير ولا فيها انتخابات على الدستور، والانتخابات معنا كنا بنروح بطوابير كبيرة جدا يعني الناس. وبعد الانتخابات دي حتى المعارضين من المثقفين المتنورين للإخوان المسلمين، وأنا واحد منهم يعني من مثقف بس مش متنور يعني، طلعت على التلفزيون وقلت إن إحنا يعني يجب إن إحنا نأيد الديمقراطية ويجب إن إحنا نستمر في تأييده وكذا، يعني كلام واضح جدا حصل في المجتمع، فرحة جديدة كده إن إحنا أول مرة ننتخب رئيس ومدني ومن ولكن تطور الأمور فيما بعد أدت إلى إنه الحراك الذي كنا نأمل أن يكون مغلقا هنا ويغلق الحراك وتبقى إحنا في بداية دولة جديدة، بدأت تتكشف بعض الأمور اللي دخلت المجتمع في مرحلة ربما تكون أصعب بكثير من أي مرحلة سابقة، لا عهد السادات ولا مبارك ولا أي عهد من العهود، وأنا شفت العهود دي كلها. ما الذي حدث في هذه الفترة؟ أهم حاجة حدث فيها هو ما أسميه جماعات الترهيب الإسلامي. أنا هنا لن أتحدث عن السيطرة على السلطة ولا على احتكار السلطة ولا على التمكين الإسلامي للمؤسسات، إذا أنا مثلاً أي إدارة كل المحافظين يبقوا إخوان مسلمين، كل الوزراء يبقوا إخوان مسلمين، كل حتى الإدارات المحلية رؤساء المجالس يشيروا غير إخواني ويحطوا، رؤساء الجامعات يشيروا غير إخواني وتحط الإخوان، يعني وهكذا. يعني فكرة كما لو كنت بقول للدكتور فؤاد قبل أن ندخل النهضة، كان الحكم ده زي ما يكون واحد كان جوعانا ثم وضعت أمامه كل صنوف الأكل فبدأ يأكل حتى أدخن، هو كان كده بالظبط. يعني لو كان كاد راحته شوية كان ممكن الأمور تمشي ونستطيع ان احنا ندخل فعلا في تحول ديمقراطي، انما هو اكل يعني بطريقه كده زي ما بقول نيتشه ايه، لم ياكل على قدر معدته. فبدا المجتمع يدخل في انقسامات رهيبه جدا، هم شجعوا هذه الانقسامات. يعني انا اتكلمت عن السيطره على المؤسسات، بدا المجتمع لان فكر الفرد اكتشف إن إحنا داخل القضاء بقى فيه فريقين، فريق بيدافع وفريق مناوئ، داخل الجامعة في فريقين، فريق بيدافع وفريق مناوئ، داخل المثقفين في فريقين، عين هو واحد من المشهور، واحد اسمه علاء شاب صغير من أكاديمية الفنون، وزيرا للثقافة، وإحنا رحنا قدام الوزارة وقعدنا يعني حوالين الوزارة كده لمدة شهر ونص لغاية ما الدنيا اتغيرت وشاب الوزير، لأنه جاء وزير يعمل تغيرات في وزارة الثقافة ويبقى هو ده وزير الثقافة، لا يعني واحنا في ايدينا وزراء ثقافة عظام مثل سبط عكاشة وفاروق حسني ويعني وجابر عصفور مثلا كان موجود، يعني هو ايام اتعين في ايام الثورة يعني خرج بسرعة فكان بهذا الشكل يعني نوع من. وبعدين بدأ يظهر داخل الإعلام في انقسام، كل مكان في انقسام، بدل ما يضرب فضل يبقى فيه فوضى، وبدأت الخدمات تنهار انهيارا كاملا، مفيش كهرباء مفيش طرق مفيش يعني حتى الأمن يعني مختل خالص. الحاجة الأكثر بقى إن هو رجال الترهيب السياسي ده كان في يعني أحد كونوا جماعات كده تخاصم المحكمة الدستورية العليا اللي كان لها تصدر يمنعوا القضاة من الدخول إلى المحكمة الدستورية العليا، عشان كان في دعوة مرفوعة ويصدروا فيها قرار ضد الدستور أو ضد الإعلان الدستوري اللي هو عمله، ويروحوا يقعدوا أمام مدينة الإعلام يمنعوا المذيعين اللي هم المنوئين اللي هم من الدخول إلى يعني يروحوا امام الاتحاديه، فكان قصر الحكم كان في ناس تظاهروا امام الاتحاديه ضد رغم داخلين على القرق والخيام، يعني جماعات ترهيب سياسي، جماعات ترهيب سياسي تم تكوينها
على غرار الميليشيات التي كان يتم تكوينها في عهد في عهود سابقه للاخوان المسلمين. وده فعلا المجتمع يدخل في حاله من اسكات الاعلام، اسكات القضاء، يعني يمنع القضاء من الدخول للمحكمه. وكان الاعلام الدستوري ده هو اللي خلق الخلاف. حضراتكم يمكن تسمعوا عن هذا الاعلان اللي هو عمل اعلان دستوري، لانه في حاله الطوارئ لما رئيس الجمهوريه يعمل اعلان دستوري بيحل محل الدستور. فعمل فيه بعض المواد التي تحصن احكامه واحكام اي اللجنه المكونه بالدستور واحكام، بحيث ان هو لا مجلس الشعب يقدر يعمل له اي حاجه، ولا مجلس الشورى، ولا اي جهه، كل الحكم اللي يطلعه او القرار اللي يطلعه قرار مخصص. كان هي دي اللي تحويل البلد الى ديكتاتوريه واضحه المعاني. فكان حصل، انا هنا كتبت في بعض المقالات اللي انا كتبتها ان الثوره تحولت الى زوره. كلمه زوره دي يعني ايه؟ كما لو كانت الايه دخلت في منعطف كده فجعلت الايه الزور او ثوره. فانا تحولت الى الذهب الثوري تحول الى، فبدات الناس تدرك، وبدات الحركه التي سميت حركه تمرد تظهر، الدعوه الى ايقاف هذا. وحدث هذا التلاحم اللي الشعب خرج. وانا عايز حضراتكم بس لا يعني تاخذوا كلامي، انا شفت ده وشفت ده، ورحت التحرير هنا ورحت التحرير هنا، يعني في المرتين. انا لم ارى في التحرير ما رايته في 30 يونيو في حجم البشر ونوعيه البشر ونوعيه الطرحه اللي موجوده على وجوه البشر. ولا يعني، وطبعا ال 30 يونيو تم تصويرها بالطائره موجوده، خالد يوسف عمل التصوير، كانت حركه فعليه حقيقيه. وانه الجيش في هذه الحاله تدخل لمساندتها، وحصل التوافق اللي انتم تابعتوه، وحصل 30 يونيو هو اللي عمل انغلاق كامل للحرب. معلش يعني، لانه بعد كده لم يحدث حرب. وانه هل احنا قدامنا تفسيرات كتير، والناس اللي عايزين يفسروا بسرعه يقول لك ده احنا الدوله منع اي حاجه. بس انا برضو من خلال قناعاتي الشخصيه انه الناس بدات تكتشف انه الحراك ده كله لم يكن في صالحها، وانه عمل خساره كبيره جدا في طبعا حضراتكم عارفين ان الثوره مش كلها انتصارات، يعني الثوره خسائر، وفرنسا الثوره الفرنسيه معروف يعني حجم الخسائر اللي عملتها الثوره الفرنسيه. واحنا كان عندنا النمو الاقتصادي كان ماشي في سكه انخفض بقى 1%، كان عندنا شويه دولارات، يعني هي دي رصيد البلد من الدولارات حوالي مثلا 60 مليار ولا حاجه، بقوا يصرفوا منهم وصلوا الى 20. الديون ازدادت جدا جدا بشكل واضح جدا. حصل اثناء تولي مرسي للرئاسه تنازلات وطنيه كبيره جدا وتعهدات ممكن تضر الامن القومي كبيره جدا، خاصه بسيناء وخاصه بالجنوب حلايب وشلاتين وسيناء وكده. والحديث عن يعني ان الوطن ليس له معنى، وان مصر دي حته من الدوله كبيره ما لهاش قيمه، يعني الارض دي ثانيه يعني ما لهاش اي قيمه. وبدا يعني الناس يحسوا انه وهم خبروا بالفتره بتاعت حكم الاخوان المسلمين كان فيها قسوه على الناس شديده جدا، فبدات الناس تحس انه الثوره بقى انقسام دلوقتي حول الثوره. ناس يؤمنون بالثوره ويقولون انها كانت ضروريه وهامه جدا، وانا منهم يعني، وكان فيها الخروج الاول والخروج الثاني وهي اكتملت وكده، واحنا بدانا نعمل اركان الدوله والوطن وكده. وناس يقولوا انه الثوره لم يكن لها لازمه، وانه حتى بعض الناس يقولوا ده فتره حكم يا ريتنا نرجع تاني الى يعني. ف
الوضع ده خلى الأحزاب السياسية أصلا أحزاب ضعيفة جدا، ما هيش قوية ولا حاجة، إنما في ناس مؤمنين جدا بيسمى برنامج 30 يونيو أو دولة 30 يونيو، وأنا واحد منهم يعني، عشان بس أتكلم بشكل صريح جدا. وأنا شايف هقول رأيي وهني في المحاضرة إنه المجتمعات بتاعتنا مجتمعات فيها تحديات ومشاكل خطيرة جدا وكبيرة جدا، فيها مشاكل الإرهاب وفيها مشاكل الفقر وفيها مشاكل الأمية وفيها مشاكل التخلف وفيها مشاكل كثيرة جدا، وإنه فيها غياب كمان عاشت فترات طويلة من حياتها فيها غياب للعدالة وفيها غياب للمنظومات المتكاملة للحرص على الوطن والحرص على، فيها كتير من المشكلات الخاصة بعلاقة الدولة بالجماهير. احنا في الوقت الحالي في اهتمام كبير جدا بمنظومة العدالة الاجتماعية، في اهتمام كبير جدا بانه النمو الاقتصادي والاستثمار ده هو الطريق الوحيد الى ان احنا نبني الأمة، في اهتمام كبير جدا بان اركان الدولة تحترم والعدالة تحترم والقوانين تحترم، في اهتمام كبير جدا بمكافحة الفساد وضربه في مقتل، يعني كل شهر بيعملوا في قضية للفساد، يعني في محاربة رهيبة جدا، اهتمام كبير جدا بالبنية التحتية، إنشاء شبكة طرق قوية جدا، أعمال قناة السويس بشكل، يعني في هجوم كده، هجوم استثماري واضح جدا من خلال فكرة إنه أنت لا تستطيع إنك أنت تبني وطن وتبني مجتمع مدني من غير ما تعمل استثمار قوي ومن غير ما تعمل اقتصاد قوي، انه فكره صناديق الانتخابات دي صناديق يعني ليست هي القصه الاساسيه في الحياه، يعني احنا نعملها وننتخب وكل حاجه، بس لابد ان احنا نؤمن لانفسنا الطعام والشراب والاستقلال الوطني، وهو ده اللي بيحصل في الاقتصاد من الان، وهو اللي بيحصل ايضا انه اهتمام بدانا في العهده الثانيه للرئيس الاهتمام ده نقل الاهتمام الى مجال الصحه والتعليم، وانه الان مثلا في مصر كل يعني في برنامج كده اسمه 100 مليون صحه بيعمل كشف على كل مواطن، يروح لغايه البيت بعربيه متنقله كده، وكل الناس بتعمل وبيطلع عنده اي حاجه من ثلاث اشياء، ضغط، سكر، فيروس سي، لازم يروح المستشفى فورا وياخد العلاج في المكان، اختفاء الطوابير على، يعني في اهتمام كبير جدا مبادرات وزخم من عده جهات، وانه في الاخر خالص في خطاب في نوع من الأريحية بين الشعب وبين الناس، يعني أولاً في صدق إن إحنا الإمكانيات بتاعتنا، لا نتحدث عن ثورة قضراء ولا عن ثورة إدارية ولا عن كما كانت النظم السابقة تقول، إنما بنتكلم بصدق شديد جداً إنه إحنا عندنا إمكانيات كذا وهذه الإمكانيات هنعمل بها كذا وكذا وكذا، وإن إحنا هنعمل كذا لما الإمكانيات تأتي كذا، ففي صدق ومصداقية كبيرة جدا ما بين الركبة السياسية وبين وإن القوات المسلحة بتلعب دور إيجابي جدا في المجتمع، بتقود مشروعات كبيرة جدا للإنجاز، لو إحنا نشوفها أنا شفت بعضها فيما يتصل بالجامعات، حاجة اللي يشوفها يحس إنه لو راح معرض الكتاب السنة دي يشوف معرض الكتاب اللي إحنا شفناه السنة دي والمعارض اللي هي كانت عبر فترات طويلة من الزمن، مش عارفين نعمل مكان نعمل فيه عرض كويس. الدكتور مبروك كان موجود في معرض الكتاب ويستطيع ان هو يشوف يحكي عن الفرق بين المعرض بتاع السنه دي والمعارض اللي كنا بنشوفها، حاجات بسيطه صغيره وشبكه من الطرق عملاقه وشبكه من الكهرباء، تطوير رهيب جدا والمفاعل النووي اللي موجود في العالم، يعني في كل المجالات في بصدق شديد جدا وايمان بالعدل وايمان بالمساواه وايمان بالشفافيه ومحاربه الفساد، وانا اعتقد ان ده يخلينا يعني لو استمرينا في كده شويه، لو استمرينا فتره من الزمن ممكن المجتمع المصري فعلا يتجاوز عن كل المشكلات والتحديات اللي هو بيتعرض ليها، وانه يبقى في ايمان بانه انا هنهي بالكلام اللي سمعته في الصين
بعد 30 يونيو مباشرة وعملنا لقاء مع نائب وزير الخارجية هناك في الصين. كنت أقول رحلة علمية بس التغيير خلينا قابلنا الراجل. فهو بيقول انتوا لماذا هذا الاهتمام الشديد بالغرب يعني؟ ولماذا هذا الانتهار رغم ان هو كان مستعمر ليكم من التجربة الغربية؟ أنا عندي إيمان يقيني بأنه مجتمعاتنا في خطر شديد، وإن الخطر اللي موجود فيها هو خطر فائق، وإنه عليها أن هي تهتم ببناء الوطن وبناء والاستقلال والتعامل الخلاق مع العولمة، وتهتم ببناء اقتصاد قوي ومواطن قوي وبشر أقوياء يستطيعوا أن هم يعملوا استقلال للوطن، وهو ده الجوهرة اللي احنا نقبض عليها، دون أن نهتم كثيرا بقصة إن احنا بننتخب ولا ما ننتخبش، أحزاب شكلها إيه، ولا يعني القصة اللي احنا شاغلين نفسنا بيها. لأنه في زمن الخطر الفائق أنا أعتقد إن احنا لو آمنا بالكلام اللي كانوا بيقولوه بعض العظام في الشرفيين إنك تستطيع إنك أنت تبني دولة في بلد واحد، فإحنا أنا مؤمن جدا بإن احنا نعمل التنمية في بلد واحد، حتى وإن عملناها بقوة وقوة قوية يعني. أنا آسف إن أنا في الآخر قلت رأي شخصي يعني في الموضوع، إنما أنا أتمنى إن أنا أكون يعني عرضت قدام حضراتكم خريطة كده لشكل الاحتلال المصري بدءا من فترة السبعينات ومرورا بحكم السادات وحسني مبارك فما بعد ثورة 25 يناير. فالوضع الآن، وأنا أعتقد إن الوضع الآن في مصر مستقر جدا، وما بعملش دعاية للدولة ولا حاجة، إنما أنا دايما بعتبر إن المثقف الواعي بيقول رأيه، سواء كان يعني انما الراي القاطع ليا او الراي اللي انا بحبه تماما، ان احنا طالما ان في حاجه جميله بتتعمل قدامي وفي تطور حصل خلال 5 سنوات احنا شايفينه قدامنا، ليس على المستوى المحلي فقط وانما على المستوى العالمي ايضا، فيجب الاعتراف به وتثمينه وليس انكاره. شكرا جزيلا يا اخوان. شكرا دكتور احمد سيد على هذه المحاضره.